لا غنى للماشية عن الرعي، وهو نظام رعوي مستمر في دولة الكويت والدول المجاورة، ولكن مضارا كثيرة نشأت عن عدم تطبيقه بصورة صحيحة، مما يجعله بحق راعيا جائرا يرخي بآثاره السلبية على الماشية نفسها وعلى البيئة الفطرية في الكويت. يتسبب الرعي الجائر في إزالة الغطاء النباتي للأرض وتعريض سطحها للتعرية وانجرافها بالسيول شتاء. إن إقبال الماشية على رعي النباتات المستساغة بكثرة يجعلها ضعيفة مجهدة لا تقوى على مزاحمة النباتات الأخرى، وبذلك تحل محلها نباتات غير مستساغة من قبل الماشية وغير مرغوبة لحيوانات المرعى وغير كافية من الناحية العلفية، فتقبل عليها الماشية اضطراراً. أصدرت دولة الكويت مرسوماً بقانون رقم 41 لعام 1988 لتنظيم رعي الماشية، بهدف تنظيم الرعي لإعطاء فرصة للنبات لينمو بكثافة قبل رعيه مبكراً من قبل الماشية، ويوفر أيضاً الحصول على أكبر قدر من الإنتاج الحيواني نظراً لاكتفاء الماشية من رعيها في المراعي ذات النباتات النامية والمستساغة. ويحافظ التنظيم أيضاً على نبات ذي قيمة رعوية جيدة، ويحافظ على خصوبة التربة وصيانتها من التعرية وتوفير الرطوبة للنباتات البرية. وهذا المرسوم بقانون قد نظم الرعي وحدد المناطق المصرح بها منعاً للاستغلال السيء للأراضي الرعوية بسبب الحاجة إلى المواد الغذائية.